حققت شخصيات مثل رجل العنكبوت ورجل الخارق ورجل الوطواط شهرة على الشاشة السينمائية، وأصبح لها الكثير من المعجبين حول العالم وفي مصر أيضا. عشاق هذه النوعية من الأفلام في مصر أصبح بإمكانهم الحصول على ألعاب تحمل أسماء تلك الشخصيات بطلب مسبق من الشبكات العنكبوتية. هل حلمت من قبل أن تقتني تمثالا كبيرا لإحدى شخصيات أفلام هوليوود السينمائية الخارقة؟ ربما كانت الإجابة نعم، خاصة مع عمليات الإغراق التي تشهدها الأسواق المصرية من لعب أطفال رخيصة. ولكن كي تستطيع شراء سلعة حقيقية بنفس تفاصيل ودقة الملامح، فحتما أنت في حاجة إلى شرائها من موطنها الأصلي أمريكا. شخصيات مثل الرجل العنكبوت والرجل الوطواط وسوبرمان وغيرها من الشخصيات التي شاهدناها على مر العصور منذ أوائل صناعة الفن السابع وإلى يومنا هذا ما زالت تسيطر على عقولنا وعقول أطفالنا جيلا وراء الآخر. شراء مثل هذه اللعب أو التماثيل الأصلية كما يطلق عليها عارضوها في معارضهم الخاصة تتميز أيضا بأنها تضم تشكيلة متنوعة من شخصيات أفلام هوليوود الأخرى مثل شخصية جاك سبارو من سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي، وكذلك شخصية غاندالف من سلسلة أفلام مملكة الخواتم. في الأول لسه في ناس بنبتدي نفهمهم إيه الفرق بين التماثيل واللعب. الحاجات دي كولكتبلز هي بتبقى ليميتد اديشنز، يعني كل قطعه بتبقى مرقمه، فطبعا في الاول الناس لسه بتبقى مش مستوعبه الموضوع فبياخد وقت. وهناك قسم اخر لنجوم هوليوود امثال جون كلود فان دام وسيلفستر ستالون وارنولد شوارزنيجر، حيث تعرض ملابسهم الخاصه ومقتنياتهم. نحن لا نعرض مجسمات وتماثيل فقط، بل مقتنيات نجوم أمثال فان دام، حيث نعرض التيشيرت الخاص به وقبعاته وحتى ساعاته الخاصة. وإذا كان الأطفال يهتمون بشراء معظم ألعاب الشخصيات الخارقة، فإن هناك قسما خاصا لشخصيات أفلام الرعب مثل شخصية العروسة القاتلة تشاكي من سلسلة أفلام تشايلدز بلاي بأجزائها الخمسة، كذلك شخصية المياه والجزار من فيلم The Texas Chainsaw Massacre أو مذبحة تكساس الدموية. إبراهيم بهاء، النيل. الآن موعدنا مع أهم أخبار الرياضة في هذه الساعة تقدمها نجلاء الجعفري.